القدش ربعوا بغدنسا باع كفن الثعام برخمور إنو نو نهر شرير إمار موران التلميد خولينو دبنه رمه الاخلومات رخل حشوخو طبل شليح قديش هالخ بنهر دمشيحو او نصح دخرون ايهم من ساو فلسوا في دار وسطوثون شورو تهوي لمن علم وعدم العلم علمين من عبيد الهون يوحد خرون نبو حين وحين دشخي وبجود وسدر دقادي شيطاك ثمر يلسغودك مد يتبت على بمديلو فرش الطب من بجنون نعزون بدينو وانقو من من يمين بيومو دون حور غوثور يرحم علينا عذرا بسطو ثور تاكل قادي شيك حسودا مورا حس العنيدة دخرونات مريم نويل بوركوثان وسطو ثوتوي شورو النفشو ثان بيه واشلي حل صديقا دي شيء اتكشف وابعاو راح محلوف كولان طالو تبوسو ميروس مربى فيون دبو عين وحيد تشخب عال سبرو شبحو الهاو دوري بدخرون يولدتي ناس القادي شي ونحم العنيدة بسطوث يوم التوخ كل قادي شي حسولا موران حسول عنيدة Oro Jose Nanoroye
مريم دي للثوخ يوحانون دعم دوخ إنو لفزر أنفين ترحام عليهم بسطوط إمو دي للثوت كلهم قادي شيك إرام رموخ مور ملك يحيد يبرق ملتي داب وشمايونو أودي ثوبك يوني لومو يوتو قابل ويتو بطايب تحلف حي وفرقون دغن سود بنينو شو ويتقاشا من قادشته ومشابحته بثلث دخيته يلدى طاله مريم لو شحله فوق وبارنو شويسط لي بحلوفين مشيحو آلو ديلا وبموت الموت اندوشو قطلي ويذا واحد من تلي ذو يوذا قادشته شاوي يوئيث مست غيدو مشتابع عباب يروحي قاني شوح سعال كولا قادي شطالو قادي شات حايل تونو قادي شات لومو يوتو سطل بدحلو فين اثر حاله قادي شطالو قادي شات حايل ثنو قادي شات لومو يوتو سطلب دحلو فاين اثرا حامالا قادي شطالو قادي شات حايل ثنو قادي شات لومو يوتو تسطلب دحلو فاين اثرا حمالي قري ليسون قري ليسون قري ليسون بيود اشتادر من عدوه العلم وكولي وانفخخري سبرت دبرو بدعامي وعبري داره سبر واو ملكوتو دش ما يوكا دمري وبولا A reading from the Book of the Acts of the Holy Apostles, Baruch Mor.
شبح المرون دشدي صوتنا عمل آمين. حبيبي. And when it was day, some of the Jews banded together and bound themselves under an oath, saying that they would neither eat nor drink till they had killed Paul. Now there were more than 40 who had formed this conspiracy. They came to the chief priests and elders and said, "We have bound ourselves under a great oath that we will eat nothing until we have killed Paul. Now you, therefore, together with the council, suggest to the commander that he be brought down to you tomorrow, as though you were going to make further inquiries concerning him. But we are ready to kill him before he comes near." So when Paul's sister's son heard of their ambush, he went and entered the barracks and told Paul. Then Paul called one of the centurions to him and said, "Take this young man to the commander, for he has something to tell him." So he took him and brought him to the commander and said, "Paul the prisoner called me to him and asked me to bring this young man to you. He has something to say to you." Then the commander took him by the hand, went aside, and asked privately, "What is it that you have to tell me?" And he said, "The Jews have agreed to ask that you bring Paul down to the council tomorrow, as though they were going to inquire more fully about him. But do not yield to them, for more than 40 of them lie in wait for him, men who have bound themselves by an oath that they will neither eat nor drink till they have killed him. And now they are ready, waiting for the promise from you, Baruch Mor." Barmen motza barno khun wal mala khawmin rawmo newa mahram min ait dahna ba'lan yulfani shahl fi min kul gabin tub layna dab yulfani daluhu shari wa shalim. قراءة من رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس بارخمور. شبح المور دشتي حصلوث عمل آمين. أحاي، ثم أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه، أنا نفسي بولس الذي في الحضرة ذليل بينكم، وأما في الغيبة فمتجاسر عليكم، ولكن أطلب أن لا أتجاسر، وأنا حاضر بالثقة التي بها أرى إني سأشترئ على قوم يحسبوننا كأننا نسلك حسب الجسد، لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب، إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنوناً وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح، ومستعدين لأن ننتقم على كل عصيان. متى كملت طاعتكم أتنظرون إلى ما هو حسب الحضرة؟ إن وثق أحد بنفسه إنه للمسيح فليحسب هذا أيضا من نفسه، إنه كما هو للمسيح كذلك نحن أيضا للمسيح. فإني وإن افتخرت شيئا أكثر بسلطاننا الذي أعطانا إياه الرب لبنيانكم لا لهدمكم، لا أخجل لئلا أظهر كأني أخيفكم بالرسائل، لأنه يقول: الرسائل ثقيلة وقوية، وأما حضور الجسد فضعيف والكلام حقيرا. مثل هذا فليحسب إننا كما نحن في الكلام بالرسائل ونحن غائبون، هكذا نكون أيضا بالفعل ونحن حاضرون. بارخ مور. Thank you.
شيء. هاليلويا. المرام شليوب دحثو نفوثو سوثو نشمالس برثود ملي حيوتو Evangelium Padish od Moran Yeshuam Shihod Meh Fekrala Eshvolem Oryo Alo Shlomo Al Kulchum Avroyo Evangelium Padish od Moran Yeshuam Shihod Sberto Mahyoni Thod Min Marcos Msavro Dem Sabar حيو فرقون العلمو يغدثو عتني ذي تشرفوش كله حشد الفرقونان وعلو الأخمام والعلمي زبنه خيل دم دبرونو ثيد مران والوان فرقو ديلان يشو امشيحو ملزت حلت باسا مثل توقاديش تو مريم هولندين أخانه واي Now they came to Jericho. As he went out of Jericho with his disciples and a great multitude, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the road begging. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. Then many warned him to be quiet, but he cried out all the more, son of David, have mercy on me. So Jesus stood still and commanded him to be called. Then they called the blind man, saying to him, Be of good cheer, rise, he is calling you. And throwing aside his garment, he rose and came to Jesus. So Jesus answered and said to him, What do you want me to do for you? The blind man said to him, Rabboni, that I may receive my sight. Then Jesus said to him, Go your way, your faith has made you well. And immediately he received his sight and followed Jesus on the road. Shaino shlom ol kulchun. شماب وبرو روحو حيو قديش وحاضلو شاريرو أمين بخصفرو صباحكم خير Good morning dear brothers and sisters in our Lord Jesus Christ On the sixth Sunday of our journey toward Easter A person in great need ran to attract the attention of the people and the crowd who were around Jesus, to whom he wished to make a special request. Life was passing the blind man Bartimaeus. He had been sitting on the sideline of life. He was begging because he had no way of making a living for himself. He could not go on a trip as the people with Jesus were doing. The whole crowd was passing him by. They were excited and looking forward to getting to Jerusalem for the special religious feast of Passover. The city of Jerusalem would be decorated and full of smells of this special occasion in the religious life of the people. There was joy
in the voices of the people as they passed by Bartimaeus. He was hearing it all, but he was not a part of it. He was not a part of much of anything because of his blindness. Someone told him that Jesus was in the crowd. He had heard about Jesus. People had told him about his teachings and the amazing healing that he had performed. And he began to cry out at the top of his voice, "Jesus, Son of David, have mercy on me." It was a moment that would change his life forever. What did Bartimaeus, the blind man, see in Jesus to call him Son of David? To call Jesus Son of David was to recognize him as the Messiah. This man, even though he was blind, could see far more clearly than the disciples and the crowd. He could see what sort and kind of man was passing by. However, some people tried to silence him. Maybe they did not want anything to interfere with their trip to the holy city. Or maybe they thought he would annoy Jesus and that he should not bother him with his request. But Bartimaeus did not pay any attention to them. In fact, he cried out to Jesus even louder. When it seemed as though Jesus did not hear him and would pass him by, he kept crying out until Jesus did hear him. Bartimaeus was not going to let this blessing pass. Jesus heard the sound of this blind man's voice. He not only heard with his ear, but he also heard him with his heart. The cry of human need touched the heart of Christ, and he stopped. He would go no further until he met the need of this man. It is the same, dearly beloved. Jesus is waiting for us to ask, and later he will answer our request. Bartimaeus' persistence has been paid off, because if he had allowed the people to silence him, he would never have received his healing. If he had been afraid that his request was not important enough to bother the master, he would never have met the master, and there would have been no change in his life. Dear friends, you cannot receive anything from God if you do not ask him. And you cannot receive something from God if you are going to give up after the first time you ask. You have to keep calling in spite of what people say or the discouragement you face. You have to keep calling out to God even when it seems like he is passing you by.
dearly beloved. In the end, Jesus told this man, your faith has made you well. Or in other words, your faith has saved you. Faith is a matter of relationship with God. So through faith, a believer is related to the source of life, to the creator of life, who can restore wholeness to broken lives and fulfill our hopes of eternal life, allowing us to begin a life which is life with Him forever. Amen. أحبائي من حوالي الأسبوعين أخي الحبيب الخوري جوزيف شمعون هناني بذكرى رسامتي الأسقفية العاشرة، واليوم بالذات هو أحد شفاء الأعمى، ومن 10 سنين أحد شفاء الأعمى كان بتاريخ 21 آذار ذكرى رسامتي. اليوم بالذات حبيت احتفل بالذبيحة الإلهية لأشكر الرب على نعمه، على أفضاله، على إحساناته علي أنا الضعيف. حبيت أدس لأشكره لأنه أهلني أنا غير المستحق حتى أكون بعداد خدامه. بهذاك اليوم من 10 سنين قلت بكلمتي، كنت كالأعمى بارتيماوس جالسا على الطريق حتى تعرفت على مركز التربية الدينية بدمشق. حينها سمعت صوت يسوع الناصري وناديته، يا يسوع ابن داود ارحمني. وقف يسوع، أمر الجمع بأن ينادوني، قال للجمع 3 أشياء: ثق، قم، هو ذا يناديك. وسرعان ما طرحت رداء العالم، تركت كل شيء حتى دراستي، قمت وجئت إلى يسوع. توجهت إلى هيكل الرب، وأمام هيكله سألني الرب، ماذا تريد أن أفعل بك؟ أجبته، يا سيدي أن أبصر. أشكرك ربي لأنك منحتني هذه النعمة العظيمة أن أبصر، أن أرى وأعرف أنك الإله العظيم، الإله القادر على كل شيء. أن أصلي لجلالك ربي كي تمنحني من نعمك الغزيرة، فأتمكن من خدمتك وخدمة أغنامك الناطقة بكل ما أوتيت من قوة. أمين. أحبائي أدعوكم تصلوا معي من أجل الوباء اللي عم يضرب المسكونة بكاملة وعم يؤذي كل المخلوقين وكل المؤمنين. خلونا نصلي مع بعض ونقول، أيها الرب الطبيب الأعظم، إليك نأتي بكل ثقة وتواضع، واثقين بعظمة رحمتك وعمق حنانك، بالأخص على المرضى والمتألمين. نضع بين يديك اللهم جميع المرضى، راجين من جلالك أن تلمسهم بيدك الحانية لمسة الشفاء، فأنت القائل، تعالوا إلي أيها المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. تحنن يا رب، أرح أبنائك، امنحهم الشفاء التام. نشكرك يا رب من أجل نعمك وحبك، ونطلب أن تتحقق مشيئتك بما فيه خير جميع المرضى وجميع الناس، فإنك إله الخير، وكل ما يخرج من لدنك هو صالح. فأنت يا رب في التعب راحة، أنت يا رب في الحزن عزاء، وفي المرض شفاء. عليك اتكالنا، وفيك رجاؤنا،
ومنك نطلب بشفاعة أمنا العذراء مريم ومار مرقس وجميع الشهداء والقديسين فاستجب يا رب وارحم آمين. Omrin yudo ele semeyo lawe yesho eseyo chemeyo chiluho eshik minahu nohoro chazayk wemare semeyo kayo meshiluho withebe meditho Smayo domine li in a shira wa haza wa nohoro la wa yesho asiyan elo haremo kole domared la wa yesho asiyan halleluya mekile wa la ومن قالوا اذكر إلي سوء خالق الارام وحنون من مريم بعي مريم رحمون ورحم علينا ودارين سبات دودي تدرو قلوس امر مطبط لبطل امين وعيث قول اذبان وقول عيدون نشت ودناسي Glory to the good Lord who broke his body and gave us to eat, mixed his blood and gave us to drink and made us inherit the heavenly kingdom. To him be glory, honor, and worship at this time of the celebration of the divine Eucharist and all feast times, hours, and seasons, all the days of our life and forever. Domuni yom rahmono, waqdom ezibhim hasyono, וחדום רוזה עולים קדיש ואלוי בסמי מצימין מני די אבון מעליו צולק ולנו רחמי וחנונו מן מוריו נבאי מוריו מרחמונו רחם עלי נעתו עמד רוד בזמסיון אוכלים דקיון ושובו קוטו אלוהי נדדל ושוסן היית מורי עלוב אמר אמרו זה דבולת אמר סגי ירר ועד לא מתמנן לא תעד כולי עמודי לא מהים נוסטו ותרחם עליין את דחריין מורי עלוב רחמד מנו ודרנו נפשו זן נפשו תדבוין דחיין ודרבון את מלפון את עני דמות כולן עני דמיים נה ילדתי תדירו קדישתו ומשבחתו אני חמור יעלו נפשו זורו עזו פעריון רוסטל עוד רחמי ודחנון על גרמיון עושו עם חסיון אווילה ולון שיעמל כן מור יומורן מורות תשבחתו נילם מורת על יולנט על הדרונן ופרוק לנקבל פרמוסטאוזן תשבוזן ועבר רחמי כולם מרדווזו קשיוזו ולשבתם שימון דרוזו מנן במרחמונו צוח מור יוגלי בטל ועבר والحرثو طبثو ايدي ذيل قبر دشلومو رتنا دشلومو اشوال كولان والشلوم امشي حويو لو ريمو في وجو فارلو شاكلان لوخ شبحو لوخ توديتو مسقينان اوشو وابقو لذبان العلمي آمين
أمامك أيها الإله المحجوب عن الملائكة ورؤساء الملائك، وأمام ابنك الحبيب الذي كشف ذاته للعالم بمحبته، وأمام روحك القدوس الذي طهر العالم برحمته، وأمام مذبحك المقدس حيث يستعلن لاهوتك وحيث يحل الثالوث المقدس، نقدم هذه الذبيحة كي تكون للصفح عن آثامنا ولغفران خطايانا ولمحو زلات كل رعيتك، وراحة وذكرا صالحا لكل الأموات المؤمنين، ونقدم لك التسبيح والتعظيم لنا وكل أوان وإلى أبد الأبدين. آمين. مريم قابل أوسيا خلنا درب الصلاوات من ألون قابل حوصد حوش قرد حطوي بثر ينول مي والعلم علمي. آمين. إنو دين عبدهم حيلو حاطو يضلي نوي مار قديش أبو قديشو. آمين. قديش برو قديشو. آمين. قديش رايو قديش آدم قديش فرمت حاطو يا عبدي كات حيث متراو النفشوث النفشوث وكدي لان دابو عين دا حين وادراب وند ملفرد عنيدا ينود كلنا عنيدا ما يمني بثر يون علمي والعلم علمي. صوفيا ثيوفراس قومين قم شفير كلن بصلوث أبون معليون عني ونيما. We believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, who was begotten of the Father before all worlds, light of light, true God, begotten and not made, and being of one substance with his Father, by whom all things were made, who for us went and for our salvation came down from heaven and was incarnate by the Holy Spirit and of the Virgin Mary, Mother of God. And he became man and was crucified for us under Pontius Pilate, and he suffered, died, and was buried. And the third day he rose according to his will and ascended into heaven and sits at the right hand of his Father, and he will come again with a great glory to judge both the living and the dead, and his kingdom shall have no end. And we believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life to all, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke through the prophets and the apostles, and in one holy Catholic Apostolic Church, we confess one baptism for the remission of sins, and we look for the resurrection of the dead and a new life in the world to come. Amen. Baruch Mor. No.
Camilo aulam buedona no morio mazqina lo jwato dizo lo braido khuahid lo ruhaido khu qadisho o shobul zba anil almin amin ba rabbo lo mo شلوم الاحداد كناش القريب نشقتو قديشتو والوهيتو حبد موران والوهان من بوثار شلومون قديش والوهيتو تبغضو مريم رحمونو ريشاي ناركين ضومك موران وباركنا جميعا ببركاتك غير الزائلة وأهلنا لعمل مشيئتك ومشيئة ابنك الوحيد وروحك القدوس المجيد لنا وكل أوان وإلى أبد الأبدين Drive away from us, O Lord, all foul thoughts, through this sacrifice, which we are offering unto you, enlightened by it our souls, and sanctify our bodies, that we may offer you praise and thanksgiving unto your only begotten Son, and to your Holy Spirit, now, always. And forever. Zafir, kum dahathah, kum nakhfuthah, kum zayuthah, kum qadishuthah, kum tenkulana hay, tubo vaymanu, tadashrara, mithyad anayit, zemdahla, taloha banafura hod, hilta, qadishta, dakhzom insimu. Orbida yabun malio, tefshaino beshlomo, debahto haitolalo, abu morekul, lofulan hare. Rahme beshlomo, debahto haitolalo, mahabbatullah ila bil farid, wa ni'matil ibn al-wahid. وشركة وحلول الروح القدس الفارق ليت المجيد لتكن معكم جميعا يا إخوتي وأحبائي إلى الأبد أمر حادي الله It's our minds, our thoughts and our hearts as these our be above our Christ Sit on the right hand of God the Father. They are with the Lord God. To thank the Lord with reverence. It
is worthy and right. I'm a fire, a fire, a water, a malagit, kitnekalika, a muthok. Well, look like him, Shabhi. Meshwila, and I made him Shabhin, a roti thoif. In a cut corina, umina. Kadish, 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 Moria. تدن قابل موتوس بيونويو لو فاين حاطو يوضحتو ساب لحمو بيداو قادي شوثو كدودي باري لجلي او قديش ومار سبخل منه نفرد له فيكون وحلو ساقي ما تقصي ما فيه سبقون ضحطوي والحاي ده العلم علمي وقوت والكوسون ساب كدودي باري قادي يابلون لجني عوقادي شويمار سابش تو مني كل خون هنا وديم دحلو فيكون وحلو ساقي متش مثيه شبقون وضحطوي والحاي ده العلم علمي And has entrusted these sacraments to his holy disciples, he commanded them, saying, Do this in remembrance of me until I come. ما تذكر بيعتك يا رب سير أعمالك الخلاص يوم جيك الثاني الرهيب
الذي في تجازي كل إنسان كفعله. فمن أجل هذا تندو الضر إليك رعيتك وبواسطتك ومعك لأبيك قائلتان رحم علي. رحم علينا له أبو أحدكم. We also, O Lord, your weak and sinful servant, offer you thanksgiving, acknowledge your loving kindness unto all and for all. لقد شبحينا لقد برخينا لقد صغدينا بعينا من خمار الله بروحو قديشو من مروم عيلوي دشما يوزياح نوحي ومرحف شورع الخرسي يهودي سيمون قديش لو شليو ابد حلتو ويكون كتقوي من ومصال صلاة شلوم عمال شينو Nin Morio, Nin Morio, Nin Morio, Ustobo Traha Amalain. Orielain son, Orielain son, Orielain son. فغرو معبد حي فغرو فروقيو فغرو دمشي حاله أديلا والكوزن شملي مودياتي قيادات مو فروقيو مو دل دمشي حالو ديلا لجنتون الروزاني لانتكو شقلني لوحو صويا ضحطو يورثي أبي حايد العلام مسقي لوجفو توديث ولوبريد أخو وحيد لورو حيد أخو قديشو أوشو وابقوا الإثباء للعلمي آمين برخ مور صالي ونثكشف الموران وضهان بعيدون هون ورابا واتحيلو قديشم لوف كل هنا بوث ومدبروني ديلان هنون اتقيمين بريشين يومون وبحيدتنون لعيدوث قديشوث ضلوهد بربافنيون روعين ومدبرين قديشم يقري وطبثون فاطر يرخو ديلان أبون موران مورغناطي يوسف ريمت رايونوم وأبون مورتي ودورو ست رايونوم
وحسيدي لنا بون مورديونوسيوس نثقيمون بالوهام شركوت كونو نفسقو في أرثوذكسو سلوثون شروع تهويلين الموريون اثكشف قولي لايسو O Lord, grant your Holy Church peace and tranquility, and her prelates a good and peaceful old age. Appoint pastor for her who correctly spread the word of truth, that we offer you praise and thanksgiving unto your only begotten Son, and to your Holy Spirit, now, always and forever. Amen. Baruch Mor, again we commemorate her who is worthy to be blessed and glorified by all generations of the earth. The holy, glorious, blessed, exalted, and ever Virgin Mary, Mother of God. With her, let us remember the prophets, the apostles, the preachers, the evangelists, the martyrs, the confessors, the blessed Saint John the Baptist, the messenger and forerunner of his master, the holy and illustrious Saint Stephen, head of the deacons and the first of the martyrs, and the exalted chiefs of the apostles, Saint Peter and Saint Paul, and our patron Saint Mark. Let us remember together all the saints, both men and women. May their prayers be a stronghold for us. Let us beseech the Lord. Shelter us, O Lord, under the wings of your saints. Place us in the ranks so that with them we may offer praise and thanksgiving to you and to your only begotten Son and to your Holy Spirit, now, always, and forever. Amen. أذكر لنذكر أيضا جميع الموتى المؤمنين الذين سبق فرقدوا وتنيحوا بإيمان مستقيم من هذا المذبح المقدس ومن هذا البلد ومن كل البلاد والنواحي وبلغوا إلى الله رب الأرواح والأجساد نطلب مبتهلين إلى المسيح إلهنا الذي أخذ إليه نفوسهم وأرواحهم لكي يؤهلهم برحمته الجزيلة للحظوة بغفران الذنوب والصفح عن الخطايا ولكي يبلغنا وإياهم إلى ملكوته السماوي لنهتف ثلاثا قائلين قولي ليسون قولي ليسون قولي وابسط على أمواتنا المؤمنين جناح رحمتك واغفر ذنوبهم صافي عن خطاياهم لأن جسد ابنك الوحيد ودمه مودعه في أعضائهم وبين ترجى الحظوة بالرحمة فاغفراني خطايانا فخطاياهم أني وحاسة واشبوك ألوه الشراثة إلى ندلون أيلين ضحطينان دومك صبيانا ودلوب صبيانا في ذاك ودلوبي ذاك Because and our departed ones worthy of Christian end, why remembering not our transgression and theirs, so that in this as in everything, your all honored and blessed name may be praised, extolled, and glorified with the name of our Lord Jesus Christ and that of your Holy Spirit, now,
always and forever. Amen. May the mercy of the Almighty God and our Savior Jesus Christ be with all of you, my brothers and sisters, forever. رحميك حي وفرقنا لر شي ما يبش مخ حيو فقد برحميك حي وفرقنا لر شي ما يبش مخ حيو نصيدو تسابيح لله إلى بالفريد ونقدم السجود للابن ونهتف بالشكر للروح القدس الفارقليط نحن الذين بين نسلمك كافة أيام حياتنا يا الله يا اصنع معنا رحمة وتحننا و
واشفق علينا أيها الصالح وارحمنا. اللهم يا قابل الصلوات والمجيب إلى الطلبات، إننا نبتهل إليك مصلين هذه الصلاة الربانية التي علمنا إياها ابنك الوحيد القدوس، هاتي فينا بقلب خاشع وقائلين أبون بشمايو فقد شمختي من كل حد كل قامو ذدف وقضون ايدو قنا لو هوي لا طول لنقصان يديدا نشبق ومسامح الكل يتحاطن الينا حسيونا وي الينا ويلي مسقينا لو جوا توديثو اوشو وبكل ثبات أن العلمين أمين بارك لومو ألك الخو عمرو حالي من قدام سيبو ثدروس ولين قديش والوي قرام تمغذام مريم رحمون ريشين أركين غذومك مورن وان او لورد lift your right hand and pour forth your blessings upon your people that are waiting to receive the body and blood of your only begotten Son. Sanctify our souls and bodies, that we offer praise and thanksgiving unto your only begotten Son and to your Holy Spirit, now, always, and forever. Amen. Amen. Amen.
Ahmedin, that leave the Kaddish to Lobritha, if you tom to my toe, sweet toe shall yet busia, etam kulhuna, hayu habiba. Amin baruch mor dehelso barthi tunhu. Osmor ya rahim alayinu adarara. Utshel qadishe ulat khayo zodeq. إذ يهبون بالحور حادب قديشو حادب قديشو حاد روح قديشو شبح لابو لبرو والروح قديشو حديثيهون العلم والمنامين أدب قديش وآمان غبل المبحنون آمين وذات إذن علي صنه بيوز أمبرج الصوري رديم دوار آمين معنى الوعد القدوس الذي يكمل ويتمم جميع ما كان وسيكون ليكن اسم ربي مباركا من عالم وعدام العالم عالمين آمين آمان آمين قربون بصلا وثان ادخار إن لابو عين ملفين وولان كد حاين وابن أيول لبون عالم ودعبار رضالوني حنون بهي ملكو تدش ما يعمكي نوام زادي قب علمو لو عبر مريو رحم علينا عدارا قريب بعوث حلافين شبهار دم هيمن لحيد عددنا من خدنا عبد رحم على كولا بارخ عنا يا رب واسمع دعانا نحن عبيدك البائسين الواقفين أمام عظمتك في هذا الحين وارسل يا رب من خزائن مراحمك الشفاء للمرضى والعافية للمتوجعين والفرج للمكروبين والإطلاق لجميع المأسورين والشبع للجياع والعودة للبعيدين والهداية للضالين والإلفة والاتفاق للمتخاصمين والغفران للخطأ والصفح عن ذنوب المذنبين والراحة والرضا بواسطة القديسة الطائرة سيدة العالمين العذراء مريم والدة النور والخلاص لكل المؤمنين والوقار والإكرام للشهداء والقديسين والراحة والنياح لكل الموتى المسيحيين وامنح يا رب كل أحد ما ينفعه ويصلح له من بحر جودك الطافح على كل من الصالحين والطالحين ومن أجل هذه النعم والخيرات والإحسانات يسجد ويمجد اسمك القدوس المكرم والمعظم من الروحانيين والبشر أجمعين أيها الآب والابن والروح القدس
الآن وكل وان وإلى أبد الآبدين. عينينا في عصر العسر على المصائب والقهار، سلي لقلب المنكسر يا جابرا يا مجبرا. ماذا أصف ماذا أقول للسيدة العذراء البتول؟ تاهت بها كل العقول والخلق فيها حائرا. Dearly beloved, let's recite together the prayer of confession. I make my confession to God, the Father Almighty, and to His beloved Son, Jesus Christ, and to the Holy Spirit. I confess the holy faith of the three ecumenical councils of Nicaea, Constantinople, and Ephesus, in the most noble priesthood, ascribed unto you, Father Priest, by which you set loose and bind. I have sinned through all my senses, both inwardly and outwardly, in word, in deed, and in thought. My sin is great, very great, and I repent of it most sincerely, purposing not to fall again into the same error, preferring death rather than grace sin. And I ask you, by the authority of the sacred priesthood, that you absolve me of my sins, asking God to pardon me through His grace. Amen. Dear friend, let's take a moment of silent prayer, confessing our sins and asking the Lord for forgiveness. Moran traham alayn, Ya Rabbu arhamna, Lord, have mercy. May God have mercy upon you and guide you to eternal life by the authority of the sacred priesthood, which was entrusted by our Lord Jesus Christ to His holy disciples, who in turn handed it to their successors until it was given to me, a weak and sinful servant. I absolve you, my brothers and sisters, from all sins that you have confessed and repented of them, as well as all the transgressions that have escaped your memory. Eshmo dabo, dabro, wadruhu hayo qadishu hadalo shariro. Amen. ومزيحين ليل فغر وادم دبار له تدبح قدمي رب سب مني حسيحا وحطوه هللويا 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 ملك مشيح هللويا على مدفع يوم دون حرام
المسيح هاليلويا 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 ملك المسيح هاليلويا نذيقني ما شبح ببر روح قديشم من علام والدردارين لتشبحت هاليلويا From your atoning altar, may your mission descend to your servant, O Son of God, who came for our salvation and will come again for our resurrection and the restoration of our kind forever. Amen. أستطيع رب الإله منك والمنذور وبارك هذا الجمع الساجد لك والمنتظر تناول جسدك ودمك الثمين وفران الذنوب وصفايا الخطايا وبياض الوجه أمامك ربنا وإلهنا إلى الأبد آمين نهو رحمة ضاله رب وارتنا يقوتي أولينا ليوبيهون ونسوبيهون على كل من دلو يشتوتاف بثريون علمي العالم علمي قرآن الثراحة ما علينا موران حسن راحي ما علينا موران عنين راحي ما علينا لالو هشب حبرا سبحانك ربنا وإلهنا فادينا مخلصنا يسوع المسيح إلى الأبد سبحانك جسدك المقدس الذي أكلناه ودمك الغافر الثمين الذي شربناه لا يا رب لا يكونان لنا دينونة وانتقامة لكن غفران الذنوب والصفح عن الخطايا فاشفق علينا أيها الصالح وارحمنا أختي بركتي سغوتي بيلو كل شان لشمخنا ودي داتو من حمون دميثي سبر طوب لقدير هاليلويا We worship you, O Lord, and thank you for your love for mankind. Strengthen, help, support, and confirm us, pardon us, and comfort us as we have eaten from this spiritual table. And you offer your praise and thanksgiving to your only begotten Son and to your Holy Spirit, now, always, and forever. مريم رحمون ريشين أركين قدامك مران والوان
حو لحمو شرير ناحت مش ما يواوي لمك لك لطايم لك حروب محفظ النفس ثيدان لفغريدان ميجيان ادلك طفيو متول عود لك ميتو مسقين الوجوة تودي ذلو وبيدق لورو حيدق قاديشو أوشو وبقول إثبان العلمي آمين شبح لها صلاة مريم قابل قربانك لنا داب صلاة وثق هود نوراني زيعين من ايدن حور بي لحمو حمرو لوحوزي الفتور عطيفي برقي إن حوزين لي يقدين مني وفرشي طوم قليون أفا وكدوخ اللي روزا ودبران ورائنون بفعلو مثقن مذبحو أخمار كبثو وإذا كروبي وكرين لي حيلا وثو دا شمايوني عالفطور وسم فغري إدبار له ومزيحين لي يلدو دودم عالي ديو إلهي ثوم سوم تامون بينو بابنينو جوان
طوبى كيا عذرا مريم أم يسوع الغالي أم يسوع الغالي آه يا مريم أم يسوع الغالي أنت يا هيكل سليمان باني لبنياني باني لبنياني آه يا مريم أم يسوع الغالي أبوابه مرصعة بلولو مرجاني بلولو مرجاني آه يا مريم بلولو مرجاني شفاعي لي عند ابنك يمحو أوزاري يمحو أوزاري آه يا مريم يا مريوش بحوم عليكم رحمة ولي حسيو والمر يعقوب هاوم الفونو دخرونو